شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة. كالعادة أهم المفاهيم الخاطئة حول بعض الأمراض مش تكون موضوعنا لليوم. السمنة ولت دارجة في تونس وفي العالم الكل، وعلى الرغم أنها مرض شائع فإنه هناك مفاهيم غلطة مرتبطة بها، خاصة أنه مش أعطيكم بعض المفاهيم الغلطة. صحيح أنه لتقليل السمنة تناول كميات أقل من الطعام والتحرك أكثر، على الرغم من أنه النظام الغذائي والتمارين الرياضية عاملين مهمين، فإنه العديد من العوامل غير ذات الصلة يمكن أن تلعب أيضا دورا مهما في السمنة، وتشمل هذه العوامل التي غالبا ما ينسى الناس أمرها: قلة النوم والضغط النفسي والألم المزمن والاضطرابات في الغدد الصمام واستخدام بعض الأدوية في هذه الحالات. قد يكون الإفراط في تناول الطعام على سبيل المثال عرضا وليس سبب. الفكرة الثانية أن السمنة تسبب في مرض السكري. لا تسبب السمنة مرض السكري بشكل مباشر. إن عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فلا يصاب كل شخص يعاني بسمنة بداية السكري، في حين لا يعاني كل مصاب بالسكري من السمنة. السمنة وراثية، العلاقة بين السمنة وعلم الوراثة معقدة، ولكن الشخص الذي يعاني أقاربه من السمنة لن يصاب بالضرورة. من الصعب فهم دور الجينات والبيئة في العزلة، وغالبا ما يعيش الأشخاص الذين يتشاركون في جينات مماثلة معا، وبالتالي قد يكون لديهم عادات غذائية ونمط حياة متشابه. وعلى الرغم من أن الدراسات الحديثة حتى الدور أكثر أهمية للبيئة، ولكن يبدو أن الجينات تلعب دورا مهما في الصحة. آخر فكرة غلطة أنه السمنة لا تؤثر في الصحة. هذا ماهوش صحيح. هناك حالات مرتبطة بالسمنة، على سبيل المثال تزيد السمنة من خطر الإصابة بمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والأوعية الدموية، هشاشة العظام، وتوقف التنفس أثناء النوم، وبعض الحالات الصحية العقلية. كانت هذه مفاهيم غلطة حول مرض السمنة. شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة.